تتجه الأندر اليوم إلى ملعب كامب نو برشلونة لاستضافة قمة المباريات في الكلاسيكو بين فريق برشلونة وفريق ريال مدريد في الجولة 26 من الدوري الإسباني. الكل اليوم يريد مشاهدة المباراة، إذا ما عليك فضل التطبيق على كل الشرائح القناة وشاهد معنا هذا الفيديو حتى النهاية. سوف تلعب المباراة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، والساعة 7 مساء بتوقيت غرينيت، وسوف تنقل تلك المباراة على قناة بي ان سبورتس بميتش ديوان الناقل الحصري للمباراة. تجدون البث في صندوق الوصف بجودة فول اتش دي وبدون تقطيع. نتمنى لكم فرجة ممتعة، لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك بالقناة وشاركونا توقعاتكم للمباراة. من سوف يفوز الفريق برشلونة المصدوم مباراة اليوم أو فريق ريال مدريد الضيف الثقيل اليوم؟